ولنقاش ملف تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران واعتراف الرئيس الإيراني بخسارة طهران الاقتصادية جراء العقوبات، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أستاذ محمد، كيف يمكن قراءة اعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني بخسارة إيران لأكثر من 200 مليار دولار منذ أيار 2018 بسبب العقوبات؟ يعني جزء من هذه التصريحات لها علاقة بالصراع الداخلي الإيراني ما بين أجنحة النظام الإيراني، حيث حسن روحاني يميل ويؤيد الذهاب باتجاه التفاوض مع الإدارة الأمريكية والتوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة ترامب، بينما خامنئي والحرس الثوري وباقي المحافظين يراهنون على العلاقات مع الصين وأوروبا. وطبعا حسن روحاني ليس لديه ذلك التأثير في النظام الإيراني، وبعد أقل من عام ستنتهي ولايته الثانية وسيخرج من المشهد السياسي الإيراني. والنقطة الأخرى تتعلق بالتصعيد الأمريكي. التصعيد الأمريكي لا يحدث فقط لفرض عقوبات ضد إيران، لأن الإدارة الأمريكية تعلم وكانت تعلم أن الأوروبيين والصين وروسيا سيرفضون مشروع القرار الأمريكي لتنفيذ العقوبات على إيران. نعم. والولايات المتحدة رفضت تعديل صياغة وإعادة صياغة مشروع القرار حتى تسترضي الأوروبيين والصينيين والروس، وذهبت بنفس القرار المرفوض مسبقا وبلهجة تهكمية وتحكمية على الأوروبيين والصينيين بأنه عليكم أن تمرروا القرار، أي بمعنى أن الولايات المتحدة تحاول توظيف تقاعس مجلس الأمن وكذلك دعم الأوروبيين والصينيين والروس لإيران للمزيد من التصعيد ضد النظام الإيراني. نعم. والولايات المتحدة من خلال هذا التصعيد الدبلوماسي حاليا تريد منه ثمارا خلال الفترات القادمة. نعم، سنتحدث أكثر عن الموقف الأمريكي، لكن قبل ذلك كان روحاني قبل أيام فقط يتفاخر بصمود النظام الإيراني أمام العقوبات الأمريكية ووصف عدم تمديد حظر السلاح بالنصر. كيف يفسر هذا التناقض بعد اعترافه بالخسارة الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد الإيراني؟ يعني للأسف المسؤولون الإيرانيون لا يتمتعون بالحكمة الكافية لفهم مجرى الأمور في النظام الدولي، ويحاولون أن يعملوا دعاية بأنهم استطاعوا أن ينتصروا على الولايات المتحدة، وإن كان ذلك انتصارا فهو يحسب للصين وروسيا وليس لإيران، لأنه من استخدم حق النقض في مجلس الأمن هو الصين وروسيا خلال أو في مجرى صراعهما مع الولايات المتحدة، وإيران هي جزء أو ساحة من ساحات الصراع الروسي الأمريكي والصراع الأمريكي الصيني. والآن بالعكس هذا لا يعتبر نصرا لإيران بل إخفاقا كبيرا لإيران، لأن إيران خلال العقود الأربعة الماضية كانت جنديا في خدمة المشاريع المدمرة للمنطقة، بينما الآن إيران أصبحت ساحة للصراعات وتصفية الحسابات ما بين القوى العظمى، وهذا يعتبر إخفاق كبير للحكومة روحاني وكذلك للنظام الإيراني بشكل عام. إلى أي مدى أثرت الانتخابات الأمريكية في موقف دونالد ترامب حيال الملف الإيراني من حيث تعاطي المجتمع الدولي معه؟ يعني إذا أخذنا حدث غاسم سليماني، نرى هناك استراتيجية واضحة لدى الإدارة الأمريكية دونالد ترامب في لجم النظام الإيراني بشكل فعلي وليس فقط دعائي، لأنه حدث قاسم سليماني يعتبر قطع رأس المشروع الإيراني في المنطقة. والآن دونالد ترامب
يريد توظيف إيران الطفل المدلل لأوروبا والصين حتى يلزم مساعي الديمقراطيين وأعدائه داخل الولايات المتحدة لإفساد حملته الانتخابية. ومن المؤكد أن أعداء ترامب سيقومون بعمل تخريبي داخل الولايات المتحدة لإفساد حملة ترامب الانتخابية. والآن ترامب يمهد الأرضية للرد على الصين وأعدائه داخل الولايات المتحدة في الساحة الإيرانية التي تعتبر إيران تعتبر جسر التواصل ما بين أسواق شرق آسيا أي الصين خاصة الصين وأسواق أوروبا، والديمقراطيون يعتبرون أنصار هذا المحور أي المحور الروس الأوروبي الصيني. فطبعا الانتخابات الأمريكية هي في صميم ما يحصل في إيران. شكرا جزيلا لك المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.